من هي الجهات التي تقف وراء تمويل التمرد الحوثي في اليمن؟ وما أسباب فشل الوساطة الفرنسية بين سوريا وإسرائيل؟ أهلا بكم معنا إلى بانوراما الليلة. هذان العنوانان هما محور حلقتنا، لكننا نتوقف أولا مع موجز بأهم الأنباء. في الموجز، حتى هذه اللحظة بدأت القوات السعودية عمليات إخلاء سكان قرى الراحة والقومة وأم الدرق وسلعة والقصيبات وأم القبور، وبينما خفت حدة القصف المدفعي على المواقع المحتملة للمتسللين، استمرت الطلعات الجوية على معدلها الطبيعي على الشريط الحدودي. وقالت مصادر سعودية إن قواتها ضبطت أثناء تمشيط منطقة العمليات كمية من أجهزة الكمبيوتر وأسلحة وذخيرة وخرائط. من جهة أخرى، قالت الداخلية اليمنية إنها اعتقلت 10 ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن. يأتي هذا فيما وجهت وزارة الداخلية اتهامات إلى طارق الفضلي، أحد قيادات الحراك السلمي في الجنوب، بأنه تحول إلى مظلة لتنظيم القاعدة، وحذرته من مغبة العبث بالأمن والاستقرار في المحافظة. واتهمت أجهزة الأمن الفضلي بالوقوف وراء العديد من التوترات الأمنية وأعمال التخريب التي وقعت في الآونة الأخيرة في أبين. عقد الزعيمان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي اجتماعا مهما ندد خلاله بالعنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية مع المعترضين على نتائج الانتخابات، وكذلك بأحكام الإعدام والسجن ضد المعارضين. من جهته، كرر موسوي التأكيد أن الانتخابات الرئاسية شهدت تزويرا، وانتقد ما وصفه بكذب السلطة. وأشاد الزعيمان الإصلاحيان بشجاعة المعارضين أثناء المظاهرات الأخيرة لإحياء ذكرى احتلال السفارة الأمريكية. ومن جهة أخرى، شهدت عدة مدن كردية توترا ومظاهرات احتجاجا في ظل أنباء تحدثت عن احتمال تنفيذ السلطات الإيرانية اليوم حكم الإعدام بالمعارض الكردي الشاب شيركو معارفي بتهمة محاربة الله ورسوله، ليصبح بذلك المعارض الكردي الثاني الذي ينفذ به حكم الإعدام في غضون 3 أيام بعد إعدام الشاب الكردي المعارض إحسان فتحيان. في حديث للعربية، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية فرج الحيدري إن المفوضية وجهت دعوات للعديد من المنظمات المحلية والعربية والدولية لحضور الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 21 من شهر يناير المقبل. وجهنا دعوات إلى أكثر من 100 دولة من منظمات وسفراء ومؤسسات مجتمع مدني وحتى رؤساء سابقين لدول أوروبية، ومن ضمن حتى أمريكا أرسلنا إلى السيد جيمي كارتر دعوة بحضور الانتخابات. المفوضية أيضا وجهت دعوات إلى معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأستراليا ومعظم دول العالم والمنظمات العالمية، منها البرلمان الأوروبي طبيعي والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، وأبدوا معظم هؤلاء رغبتهم في المشاركة في المراقبة. قتل 25 شخصا وأصيب العشرات في انفجار هز مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وأفاد مراسل العربية أن الانفجار نفذه مهاجم انتحاري استهدف حاجز تفتيش للشرطة في المدينة. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى سنغافورة للمشاركة في قمة زعماء آسيا ومنطقة المحيط الهادئ أبيك. ومن المتوقع أن يتفق الزعماء على إبقاء السياسات الاقتصادية المحفزة لترسيخ تعافي الاقتصاد العالمي. وقال أوباما متحدثا من اليابان التي زارها في مستهل جولة آسيوية، قال إن العالم يجب أن يواصل نموا اقتصاديا متوازنا ومستداما، ويتفادى العودة لدورات الازدهار والإخفاق التي تسببت بالأزمة العالمية. نهاية الموجز، لحظات نفتح ملفي بانوراما معا. أهلا بكم من جديد. منذ أقل من أسبوع دخلت الحرب السادسة بين الجيش اليمني وحركة التمرد الحوثي في شمال اليمن شهرها الرابع،
وهي الحرب السادسة بين الجانبين بعد فشل كافة جهود الوساطة بينهما. ومنذ أقل من أسبوعين اتسعت رقعة هذه الحرب لتشمل القوات السعودية التي اضطرت للتدخل دفاعاً عن حدودها ولردع المتسللين الحوثيين وطردهم من التراب السعودي. وبالرغم من طرد المتمردين الحوثيين من المناطق الحدودية، فإن القوات السعودية تواصل قصفها الجوي والمدفعي بهدف حمل الحوثيين على التراجع عشرات الكيلومترات داخل التراب اليمني. هذه الحروب المتكررة مع القوات اليمنية وكذلك المواجهات مع القوات السعودية جعلت العديد من الأسئلة تطرح أو تطرح نفسها حول هذه الحركة المتمردة ومصادر تمويلها، ما يمكنها من الحفاظ على مقاتليها وزيادة أعدادهم رغم الضربات الموجعة التي توجهها لهم القوات اليمنية والسعودية في الأيام الأخيرة، وكذلك سؤال حول مصادر حصولها على السلاح بما فيها المضاد للطائرات في ضوء تصريحات قادتهم حول إسقاط طائرتين يمنيتين. المتمردون الحوثيون الذين يخوضون الجولة السادسة من الحرب مع الجيش اليمني يقاتلون في إطار استراتيجية حرب استنزاف طويلة وضمن أجندة ترتبط بأطراف إقليمية تخطط العبث بخارطة المنطقة وإشعال الأزمات. المعركة التي يخوضها الحوثيون ضد الحكومة اليمنية ودخول الحرب شهرها الرابع، وكذا محاولة جر السعودية إلى هذه المواجهات، يكشف عن ترتيبات مسبقة وتحضير عسكري محكم لحرب تبدو طويلة المدى. السلطات اليمنية حذرت منذ انفجار الحرب في جولتها الأولى من دعم خارجي للمتمردين، واتهمت صنعاء طهران بدعم التمرد عسكريا ولوجستيا، وتكررت هذه الاتهامات حتى الحرب السادسة. الحكومة اليمنية تقول إن مصدر الدعم المالي للحوثيين الحوزات الشيعية في إيران والعراق ودول الخليج وبعض التجار الشيعة بالإضافة إلى إيران. وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي اتهم في تصريحات له جهات شيعية في الكويت والبحرين والسعودية بتقديم دعم مادي للحوثيين، وقال إن مستوى التسليح والتنظيم والأموال التي ينفقها الحوثيون لم يكونوا ليجدوها لولا الدعم الخارجي. غير أن التطورات اللاحقة تشير إلى أن هناك علاقة تمويلية عسكرية بين تنظيم القاعدة والحوثيين في اليمن، وهو ما كشف عنه محمد العوفي أحد القادة الميدانيين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعد فراره من التنظيم وتسليم نفسه إلى السلطات. خبراء يشيرون إلى أن الأموال الإيرانية لا زالت تتدفق على تنظيم القاعدة والحوثيين في اليمن بأساليب مختلفة، أهمها أسلوب التهريب الذي تقوم به جماعة تهريب المخدرات على السواحل الإيرانية، فضلا عن أن السفارات الإيرانية عادة ما يكون لها دور فاعل في إيصال المبالغ النقدية الضخمة للجماعات الموالية. الحكومة اليمنية كانت قد أبلغت طهران بضرورة قطع الإمدادات والتوقف عن دعم الحوثيين الذي يأتي من داخل المؤسسات الدينية والمرجعيات والحوزات الشيعية في إيران. مصادر استخبارية كشفت عن عملية تهريب سلاح وأموال إيرانية من سواحل إحدى الدول الإفريقية إلى السواحل اليمنية المفتوحة، الأمر الذي يستوجب إحباط الدعم المالي الخارجي للمتمردين وتجفيف منابعه من خلال تعاون دول المنطقة عبر تنسيق وإجراءات أمنية صارمة. للحديث في هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو عباس المساواة، الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعنا من الجبيل في السعودية عبر الهاتف فضل البوعينين الكاتب والمحلل الاقتصادي، ومن صنعاء عبر الهاتف محمد المنصور رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك ضيفي هنا بالاستوديو السيد عباس المساواة. هل معروفة مصادر التمويل للحوثيين التي تمكنهم من الصمود حتى هذه اللحظة؟ هل هي معروفة للسلطات اليمنية؟ بالتأكيد الحوثي لم يستطع أن يصمد من 2004 إلى 2009 إلا بوجود إمداد كبير وقوي وضخم، تسليحي، لوجستي، تدريبي ومالي. ما يحصل عليه الحوثيون ليس من وما يملكه الحوثيون من إمكانيات توازي ما تملكه الدول، وهذا ما جعلهم يصمدون طيلة هذه الفترة بكاملها. اليوم الصحف السعودية تطالعنا بأن المملكة العربية السعودية وقع في يدها أجهزة تنصت بالغة الدقة، أجهزة لفك الشفرات، وأيضا أجهزة اتصال أخرى، وأسلحة فيها تقنية كبيرة جدا. من أين ستأتي هذه الأسلحة؟ من أين ستأتي هذه التكتيكات وهذه التكنولوجيا إلى أيدي الحوثيين؟ بالتأكيد هناك دعم خارجي.